أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أدفع زكاة مالي لمدة سنتين قادمتين بدليل فعله صلى الله عليه وسلم مع عمه العباس؟ هل يجوز لي أن أدفع زكاة مالي لمدة سنتين قادمتين؟ ما عند الحاجة، هذا ولي الأمر، هو اللي ولي الأمر يستسلف على الزكاة إذا احتاج، ولي الأمر يستعجل الزكاة إذا احتاج البيت المال، أما الأفراد لا. نعم.